إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارككم هذه اللحظات السعيدة عشية سفر بعض من الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024. شعور نتقاسمه أيضا مع شعبنا الذي يحق له أن يتوسم فيكم خيرا، مثل ما يحق له أن يتطلع للاحتفال بإنجازاتكم. أهنئ مرة أخرى كل الرياضيين على تأهلهم لهذه الألعاب، والجميع يعلم صعوبة الوصول إلى هذه المحطة، لكن المثابرة في العمل والتضحيات المستمرة والسعي خلف الأحلام جعل هذا الهدف ممكنا لكل المتأهلين. وفي هذه السانحة أؤكد مجددا دعمنا لكل الرياضيين وكل طاقمهم وطاقمهم والمدربين في هذه المهمة الوطنية. وكونوا على يقين بأن السلطات العمومية واللجنة الأولمبية والرياضية لم ولن تدخر أي جهد في توفير كل الظروف المناسبة للتحضير وتحقيق أفضل النتائج. أقول للرياضيين بأنكم حظيتم بشرف كبير، وهو تمثيل الجزائر في أكبر تظاهرة رياضية على وجه الأرض. لذلك أملي كبير فيكم في أن تكونوا خير سفراء للجزائر في القرية الأولمبية وفي أماكن المنافسات وخارجها. ثقتنا كبيرة فيكم لتتجاوزوا وتضعوا تشريف الراية الوطنية نصب أعينكم لصناعة المجد لأنفسكم ولوطنكم. لا يمكنني أن أنسى الدعم الكبير للسلطات العمومية على رأسهم السيد رئيس الجمهورية، ولكل شركائنا والرعاة وكل المناضلين الذين يجتهدون كل يوم من أجل رقي الرياضة الجزائرية وتطورها. كما أنوه بالدور الإيجابي لوسائل الإعلام الشريك الدائم وهمزة الوصل التي تربطنا بالجماهير الرأي العام. شكرا لكم جميعا، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.